الرئيس المنتخب يهنئ الشعب الموريتاني على ما أظهره من نضج سياسي واهتمام بالشأن العام. بلادنا تخلد اليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ضمان للتربية الشاملة. تخرج الدفعة الأولى من طلاب المعهد العالي لمهن البناء والأشغال العمومية والعمران في مقاطعة إلاج. أهلا بكم في التفاصيل، ونبدأ نشرتنا ببريد رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز، حيث وجه سيادته برقية تهدئة للسيد فليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد الوطني. وأكد رئيس الجمهورية لنظيره الكونغولي حرص بلادنا على مواصلة العمل من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين. التقى مساء أمس الرئيس المنتخب السيد محمد الشيخ الغزواني بالمئات من أعضاء حملته الانتخابية في المركز الدولي للمؤتمرات المرابطون بنواكشوط. اللقاء خصص لشكر كافة الفاعلين والنشطاء في الحملة على ما بذلوه من جهود في سبيل نجاح الرئيس المنتخب، كما شكل فرصة قدم خلالها الفاعلون في الحملة تهانيهم للرئيس المنتخب وتمنياتهم له بالتوفيق في مهامه الجديدة. غصت القاعة بالجمهور، ناشطون في الحملة الانتخابية جاءوا من كل أطراف موريتانيا إلى قصر المؤتمرات الجديد ضمن لقاء احتفالي تبادلوا خلاله التحية والتهاني مع الرئيس المنتخب السيد محمد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني. الرئيس المنتخب بدا مزهوا بأداء هذه الطواقم وبجهود كافة الموريتانيين الذين ساهموا في وصوله إلى السلطة عبر انتخابات نزيهة فاز فيها بنسبة أكثر من 52%. السيد المدير الوطني للحملة، السيدات والسادة أعضاء الطواقم المركزية والجهوية، السيدات والسادة أعضاء طواقم الحملات الداعمة، أيها السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، يشرفني بداية أن أتوجه إليكم جميعا بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على ما قدمتم من عطاء متميز وجهد خالص من أجل كسب رهان هذه الانتخابات. فقد كنتم جميعاً مطرقاً للمثل في الالتزام والتفاني خلال فترة الحملة التي تميزت بالكثير من العمل الجاد في سبيل إيصال البرنامج الانتخابي إلى كافة الشعب، كما أن أنشطتكم الميدانية المكثفة وحضوركم المتواصل إلى جانب المواطنين تعبئة وتأطيرا ومواكبة كانت كلها عوامل مؤثرة تركت آثارا إيجابية. ولقد كنتم كذلك على أعلى درجة من المسؤولية وتحقيق المطلوب، فبالرغم من صعوبة الظرف المناخي الذي جرت فيه هذه الانتخابات والتعقيدات الاجتماعية والسياسية المرتبطة بها، فقد أديتم المهام الموكلة إليكم بقدر كبير من الحكمة والصبر وبعد النظر وتجاوز الذات. وفي هذا المقام فإنني أعبر لكم عن خالص الشكر والعرفان ولكل الفاعلين الذين انخرطوا بشكل يثير الفخر والاعتزاز بالجهد الوطني الجبار الذي واكب هذا المشروع ابتداء من إعلان الترشح ومرورا بمختلف مراحل الحملة وانتهاء بيوم الاقتراع. وأخص بذكر مرجعياتنا الدينية والاجتماعية والأحزاب السياسية
والمنتخبين والمنظمات النسائية والشبابية والمبادرات الشعبية والتنظيمات النقابية والمهنية وتنظيمات المجتمع المدني والوجهاء والفاعلين المحليين وحتى الأفراد الذين ساهموا كل حسب جهده. أيها السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، إن مناسبة اللقاء بكم اليوم تتيح لي الفرصة لأتوجه بالتحية إلى كافة شعبنا فرداً فرداً على ما مظهر من نضج سياسي واهتمام بالشأن العام وتكريس لثقافة التعددية والحوار وقبول الآخر، وهي سمات تجلت في الجو الرائع التي جرت فيه مختلف مراحل مسار الانتخابات، وما ميزها من سكينة وأجواء احتفالية شارك فيها الجميع رغم اختلاف دياراته. وفي الأخير ومرة أخرى أشكركم جميعا. عاشقكم تانيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجسدت موريتانيا هنا في هذه القاعة بألوانها وأعراقها، بأطيافها السياسية والمجتمعية، بشبابها ونسائها. فرحانين بهذا النهار هنا، جابرين مع السيد الرئيس السيد محمد الشيخ محمد أحمد الشيخ قزوان، الله يقعد علينا قاردين مبذورنا لجهدنا، حسينا بقيمة اليوم وزين عندنا وفرحانين بهذا النهار اليوم. نجاح محمد الشيخ محمد أحمد الشيخ قزوان منعطف جديد في البلاد، والحمد لله دور جبار عليه ياسر من الخير. نختار أنا نقول للناس كاملة من شيمان جبار غرق مستقبلا ربما قد مات لا يجبر، وبالمد الناس الموريتانيين يا الله الحمد لله نعمة نعمة اللي كانت عندهم في الاستقرار وفي الحريات وفي الإصلاحات اللي منهم معدل غير اللي منهم خاص. هذا البرنامج اللي تفضل به الرئيس الجديد برنامج مؤسس. نحن سعداء اليوم بهذا الفرح، لقد حقق السيد الرئيس المنتخب فوزا ذميما بأصوات كافة أطياف الشعب الموريتاني. إن للرجل تجربة وحنكة وله سمعة طيبة نعلق عليها آمالا عريضة لتحقيق طموحات الشعب الموريتاني. رانا وصل الحقيقة على فخر عندنا واعتزاز بوجود هذا المرشح اللي هو مرشح لإجماع الوطني ومرشح جميع مكونات الشعب الموريتاني، اللي وصل الحقيقة هذا الخطاب اللي كان عنده وهذا البرنامج تفتح له ياسم المواطنين وأصبح حاضنة لجميع مكونات الشعب الموريتاني. مباركين السيد الرئيس بهذا النجاح وهذا الفوز. ونقول بإذن الله تعالى على أنه راجين نطبق البرنامج ونوصل الحقيقة برنامج تصالحي وبرنامج لجميع الموريتانيين. التجمع الاحتفالي كرس بحسب المراقبين نهجا من التواصل الذي يؤسس لعمل مشترك سيساهم فيه كل بدوره في بناء مستقبل موريتانيا. لقاء شكر واعتراف للجميل متبادل بين الرئيس المنتخب وبين الهيئات والأحزاب والشخصيات والمواطنين والمنظمات التي أعلنت دعمه ومساندته وجرت في حملته بصدق وإخلاص. إنه عهد جديد يطل من هنا من قصر المرابطون في نواكشوط، ومنه أحييكم سعيد الحبيب للموريتانية. نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة صباح اليوم بمركز التكوين لترقية النسوية في نواكشوط حفلا بمناسبة انطلاق الفعاليات المخلدة لليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ضمان للتنمية الشاملة. إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ضمان للتنمية الشاملة. تحت هذا الشعار خلدت بلادنا اليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة في نسخته 12
وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة لدى إشرافها على انطلاق الأنشطة المخلدة لهذا اليوم، قالت إن بلادنا عاشت في العشرية الأخيرة تحولاً نوعياً شمل ترقية حقوق الأشخاص المعاقين في شتى المجالات. لقد طالت الإنجازات الغير مسبوقة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة مختلف المجالات من حيث الجوانب المؤسسية وتعزيز المنظومة القانونية الضامنة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن تضاعف الدعم المالي السنوي 50 مرة من 2009 إلى 2019، وكذا ضمان الحق في التوظيف والعمل المستمر على تصحيح الصورة النمطية المعيقة لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن توزيع آلاف المعدات الفنية لتجاوز إكراهات الإعاقة ومئات القطع الأرضية، زيادة على توسيع الاهتمام الرسمي بمختلف فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، يشمل ذلك الأطفال متعددي الإعاقة والأطفال المصابين بالتوحد لأول مرة في بلادنا. بدوره قال رئيس الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة إن هذه الذكرى حلت في ظرف زماني متميز بعد مرور أسبوع فقط من انتخابات رئاسية عرفتها البلاد، خصص فيها الرئيس المنتخب حيزا كبيرا من برنامجه الانتخابي للشخص المعاق. أود في البداية وباسم المكتب التنفيذي للفدرالية الموريتانية للأشخاص ذوي الإعاقة أن أتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة لترأس هذا الحفل الرسمي للنشاطات المخلدة لليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة في نسخته 12 تحت شعار إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ضمان التنمية الشاملة، والتي طلت علينا بعد أسبوع فقط من الانتخابات الرئاسية التي تم فيها انتخاب السيد محمد ولي الشيخ محمد أحمد ولي الشيخ العزواني رئيسا للبلد، والذي خصص حيزا كبيرا في برنامجه الانتخابي لتزمين قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم وإشراكهم في إعداد وتنفيذ السياسات العامة المتعلقة بحياتهم. وننتهز هذه الفرصة العزيزة لنتقدم له بتهانينا على هذا النجاح المتميز لمواصلة وتعزيز هذه المكاسب التي طالت حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. وأضاف الحبوس للعيد أن هذه السنة تميزت كذلك بالشروع في بناء مقر للاتحادية بعناية جادة من رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز ودعم خاص من الوزير الأول. يقول رئيس الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية لتتعزز بذلك المكاسب التي تحققت للأشخاص المعاقين في العشرية الأخيرة. إلى ولاية البراكنة، حيث نظم المعهد العالي لمهن البناء والأشغال العمومية والعمران بيلاج حفلا لتخرج الدفعة الأولى من طلابه، وقد جرت فعاليات هذا الحفل بحضور السلطات الإدارية والسلطات العسكرية والأمنية في الولاية. ساليو محمد جاي المتصدر للدفعة الأولى من طلاب المعهد العالي لمهن البناء والأشغال العمومية والعمران، وهو يتسلم تكريمه من طرف والي ولاية البراكنة السيد محمد الشيخ السويدي. تتكون هذه الدفعة من 52 طالبة وطالبا خضعوا على مدى 3 سنوات لتكوين قوامه الأعمال التطبيقية وإنجاز المشاريع والزيارات الميدانية والتدريبات العملية، بالإضافة إلى الدروس النظرية، عملا على سد النقص الحاصل في مجال البناء والأشغال العمومية. إن الطفرة غير المسبوقة التي شهدها قطاع البنى التحتية بفضل جهود الحكومة كان لابد أن يواكبها تطور كبير في المنظومة التعليمية، وهو ما ترجمته بإنشاء المدرسة العليا متعددة التقنيات والمعاهد التابعة لها التي هي ثمرة شراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الدفاع الوطني، والتي أصبحت مرجعية وطنية في تكوين المهندسين والتكوينات المهنية المتوسطة باعتبارها الأكثر مواءمة لضرورات التنمية في البلدان النامية. لقد عكف المعهد من إنشائه على التركيز على الأعمال التطبيقية والمشاريع المنجزة والزيارات الميدانية والتدريبات التي تسمح للولوج بتدرج لسوق العمل.
وخلال الحفل تم استعراض لفيف الطلبة من طرف والي ولاية البراكنة ومدير المعهد ومديره المساعد، كما تبادل الطلاب الخريجون حراسة العلم مع طلاب السنة الثالثة الذين قاموا بدورة للعلم في ساحة الاستعراض. وهنا بالعاصمة يتطلع المواطنون في ولاية نواكشوط الغربية إلى أن تشكل المرحلة القادمة فرصة لتكريس التعددية السياسية في جو من الأمن والسكينة اللذين تنعم بهما البلاد. بعد أقل من أسبوع على نهاية الحملة الانتخابية الرئاسية والتي توجت باقتراع 22 يونيو الجاري، أثبتت بلادنا من جديد جدارتها في تسيير المسلسل الديمقراطي في جو طبعه الأمن والاستقرار وتكريس الوحدة الوطنية وتعزيز اللحمة الاجتماعية ومحاربة كل ما من شأنه زعزعة أمن الوطني، وكذا السعي إلى نبذ الفوارق الاجتماعية. عوامل من بين أخرى جعلت الشارع الموريتانية يشيد بالخطوات والمراحل التي ميزت فترة السباق الرئاسي والتي تكللت بالنجاح والانضباط والمسؤولية وتقبل الرأي الآخر. نحن إذا الوطن جامع نفر ولا بد من الصهر على أمنه، ونختار مجلس الحكومة تعطي كل حق حقه، كل حد يشبر حقه، إياك نقدر نعيشه بالسلام في وطننا هذا، ونختار مجلس يتوقف بيد حديد في وجه ذو الأجانب العدلوا فينا ذو المسائل بعض. وراني مولي بشكر، راني شاكر قوات الأمن من خلال الحمد لله الوضع اللي من العدل وبسرعة حافظوا عليه وميدوا حتى عليه الوضع العام الحمد لله وسيطر عليه من خلال نحن راعينا الحمد لله ماشي نارك في أمان، فهو الأسواق راعينا نسوقه الحمد لله، وجايين من المقاطعات جايين الحمد لله ما شفنا شيء، شفنا الأمن ما شاء الله مسيطر عليه الحمد لله. مهم نحن موريتاني دولة ودولتنا كاملين ودول إسلامية وخوت، لا فهم تفريق بين أبيض ولا فهم مكحل، مهم ذا اللي لا ينجح أي حد منهم، مهم استقرار البلد والأساسي عندنا. نحن ما فهم عنصرية، مدة تصلي في مسجد واحد وتقرا في محاضر واحد وتركب في تاكسيات واحد وتعايش بلاصة واحدة وتجاز ما بينهم، معنا ما فهم عنصرية. هذا شيء من الألعاب قابلت مادة أخرى ولا تيش بهم شر، احنا فينا شريحة عن شريحة، لا فينا قبائل، فيها قبائل كاملة ناس كاملة واحد، أبيض كحلج ناس كاملة واحد، نردوه بلاصين شو بلاصين. الأساس عندنا استقرار للبلد وأمنه كما كان. وبهذه الروح الرياضية التي طبعت تقبل نتائج الاقتراع الرئاسي المؤقت، يتضح بجلاء مدى نضج الشعب الموريتاني وتفهمه لقواعد اللعبة الديمقراطية. دولتنا ما نتاكلين ولا أي رئيس ولا حد، نتكلوا على روسنا ويعطنا نديره كامل أي طابلة دقدقتهون على حسابنا احنا. اسمع، الدولة لا قاتل قلت تأمننا احنا بدون نتعاون معاها ما يصح. معنانا هو يا شباب موريتاني اي تحرك والله اي رواية قدرنا نهنا وعنها ما لابدنا منه انا لا خلط معنا واخو ورايا رقاش عنده اهداف اللي يعدلها، لان اختاركم تعودوا تعرفوا راني كوال ماني مزن رئيس يا غار. هذا الحقائق العالم كامل جميع الانتخابات ما خارج بلاد يتعادل في الانتخابات ما جات مادة من وراها لأهداف خاصة. هذا نختار وجه الشباب وكلهم نحتفظ بهذه الدولة اللي عندنا. انطباعات أظهرت أن المواطنين الموريتانيين يتمسكون بالنهج الديمقراطي الراقي الذي يمكن من التناوب السلمي على السلطة ويحقق الآمال والطموحات التي ينشدها كل مواطن يحرص على وحدة ونماء وتطور البلاد، ويختار بنفسه من سيقود سفينة البلاد نحو مصافي الأمم المتقدمة. وعلى مستوى ولاية نواكشوط الشمالية يعيش الشارع هدوءا طبيعيا بعد إعلان النتائج المؤقتة لاقتراع 22 يونيو 2019، وقد عاد المواطنون في مختلف مقاطعات الولاية إلى أنشطتهم اليومية بشكل طبيعي. هكذا بدت شوارع ولاية نواكشوط الشمالية، هدوء واستقرار يعكسان النسعة الفطرية للمجتمع الموريتاني نحو السكينة والسلام. هدوء يعكس أيضا ترقبا نحو مرحلة ما بعد انتخابات 22 يونيو 2019 والتي أبانت عن وعي الشعب بكل أطيافه بالممارسة الديمقراطية وتشعبه بالوعي المدني والحضاري. الشارع طبيعي، انتخابات فور الرئيس نجح ويعطيه نصب وتوري ومقتنع به الناس كامل، ما خلق مشكلة، سياني الليل والنهار الناس ماشية لا عندها مشكلة،
ما يمتلغي شيء. تبارك الله ننعمه بأمن وأمان، ما شاء الله نزاولوا مهامنا اليومية، نقيسوا الأسواق، نركبوا تاكسيات، واللي طالع طالع والماشي ماشي، ما فيه أي تحرك ولا فيه أي رواية، لا الناس طبيعية وكل شيء طبيعي. وبالنسبة للأمن، الأمن خط أحمر، والدولة حقيقة ما يا الله يعود لتحق أمنها ولا لتحق أمنها، احنا كاملين نصدوا لذاك الوضع ولا نلهي نقبلوا يخلق. وبالنسبة لنا احنا هون في المقاطعة والولاية الشمالية ما فيه أي تحرك، والدنيا مسالمة والدنيا طبيعية، اللي يطلع يطلع شور همه، واللي يشتغل يشتغل، والمراس ما في أي مشكلة، والشوارع نفس الشيء، والناس تفتح روتينها اليومي ما خاسر في أي شيء ولا كشين لم يكن، ما خلق شيء. طويت الصفحة الزمنية الخاصة بالانتخابات الرئاسية إذن، وانطلق المواطن هنا في دروب حياته لممارسة شؤونه بشكل طبيعي، وأعادت للشارع حركته الاعتيادية، وعاودت المحلات التجارية أنشطتها كسابق عهدها. تبارك الله حركة طبيعية ما شاء الله تبارك الله، ولا خلق قاع شيء أبدا، يسوى بداية الأحداث يسوى آخر الأحداث ما شاء الله. بريمير أجواء أجواء ما شاء الله هنية وزينة وسعيدة، والناس مولي ما شاء الله برياحية، اللي عدل تكسي عدل تكسي ما شاء الله حالة طبيعية، واللي بوتيقه ما شاء الله مولي عدل تجار حالة طبيعية، والناس كاملة المطاعم فاتحة بشكل طبيعي، الناس كاملة ما شاء الله مستراحة، وكلها ما شاء الله في بلو، كلها عدلهم ما شاء الله بحالة طبيعية، ما بمشي ما شاء الله. على مستوى دار النعيم تبارك الله الوضع جيد، والأمن تبارك الله، والمرصة تبارك الله، ما تبارك الله فيهم فوضى ولا فيهم شيء، سووش نبتو ونختار، وبعد حياة طبيعية فتبارك الله ما شاء الله، حياة جيدة وتبارك الله على المستوى. ويبقى طموح هؤلاء كبيرا في أن تتواصل مسيرة التنمية الاقتصادية بما يحقق المزيد من التطور والنماء، يكون المواطن البسيط فيه أولوية وتنعم فيه البلاد بالأمن والاستقرار والانسجام الاجتماعي. في ولاية نواكشوط الجنوبية عبر المواطنون عن تذمينهم لأجواء الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما البلاد أثناء وبعد الانتخابات التي جرت في جو من الديمقراطية والمسؤولية وتوجت بانتخاب رئيس جديد للبلاد. ملتقيات الطرق الرئيسية والساحات العمومية والأسواق في ولاية نواكشوط الجنوبية تعود لحالتها الطبيعية بعد أسبوع من نهاية الحملة الرئاسية التي شهدتها البلاد خلال الشهر الجاري. هدوء تطبعه السكينة والوقار يؤكد مرة أخرى نضج الشعب الموريتاني وتفهمه لقواعد اللعبة الديمقراطية. المواطنون هنا في هذه الولاية يشيدون بجو الأمن والاستقرار اللذين ميز فترة السباق الرئاسي. انتخابات كانت انتخابات أولا شفافة، لأن ما ألاحظ فيها شيء، حتى المراقبين الدوليين وشهدوا بعلنها ما خلق فيها أي شيء سوى شنو شكله. الأسواق ما شاء الله مستمرة في عملها، والناس مستمرة في عملهم، ولا فمشي ما شاء الله يدق، ما لاحظنا أي شيء سوى شنو شكله. الحمد لله هنا رقدوا مترحمين وظلوا في الشوارع وفي الأسواق وفي كل مكان سوى شنو شكله، وهو لا خروج كيه اللي نقوله خروج النوبة من النوبة، مشى رئيس ولا واحد من أولادنا، وشى واحد أخر من لا واحد من أولادنا، ونشعر ما شاء الله بتمانوك ما فهم شيء سوى شنو شكله. أنا قادم للتوي من مدينة جوجت، وجئت لنواكشوط لأدلي بصوتي في الانتخابات الرئاسية، وأنا مرتاح لسير عمليات التصويت التي جرت بشكل شفاف ومسؤول، الأمر الذي يظهر نضج العملية الديمقراطية التي تعيشها البلاد. وأخيرا أتمنى لبلادي التطور والنماء والسير نحو آفاق أرحب تستجيب لتطلعات المواطنين. ومن جديد يتأكد أن البلاد أثبتت جدارتها في استيعاب المسلسل الديمقراطي مع توفير الأمن والاستقرار وتكريس الوحدة الوطنية وتوطيد مفهوم اللحمة الاجتماعية ونبذ الفوارق الاجتماعية. مهنا الموريتانيين كاملين على عنهم وفات الحمد لله الانتخابات، وعلى كل شيء مشي على ما يرام، وعلن كانت هون شوي من يعني فوضى عدروش المواطنين، عقبت بعد الحمد لله جات الدولة وقواته وسكنت بعد الحمد لله. الحمد لله شفنا ياسر مشي من الإنجازات يعني من ناحية الأمن، وهي ياسر الحمد لله من شي من يالطو ينكر. عودة الهدوء واستتباب الأمن للحالة الطبيعية بعد التنافس الإيجابي والمسؤول على قيادة البلاد تؤكد من جديد مسؤولية ونضج المواطنين وتعلقهم بالمبادئ الديمقراطية الضامنة لتحقيق التناوب السلمي على السلطة.
وعبر صناديق الاقتراع التي هي من تحدد من يحمل الأمانة ويلبي طموحات الجماهير. وعلى مستوى ولاية تل الزمور عاد المواطنون في المدينة العمالية زولات إلى أنشطتهم، وعادت الحياة العمالية في المدينة إلى سابق عهدها. التقرير التالي يصدر لنا جوانب من الحياة اليومية للشارع وفي الأسواق بمدينة زولات. شوارع مدينة زولات وهي تعود لحركتها المعهودة بعد انتخابات رئاسية أسفرت عن فوز رئيس جديد للبلاد وفق النتائج النهائية المؤقتة التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. وهكذا عادت الحياة إلى طبيعتها في المدينة المنجمية، واستأنف المواطنون نشاطاتهم اليومية بعد مرحلة من التنافس السياسي كرست الثقافة الديمقراطية لسكان المدينة ونضجهم السياسي. مدينتنا حامد ومولانا هذا بخير على خير، يزيد إن شاء الله الخير ويكثر قواتنا وأمننا يا ربنا حامدينك وشاكرينك يا سلم العافية يدوم علينا نعمة وعلى المسلمين يا رحم الراحمين. الحمد لله نحن في مدينة زولات منذ نهاية الانتخابات الرئاسية قبل أيام، نعيش في جو من الهدوء والسكينة والاطمئنان، جو نلاحظه في المحلات العامة في الأسواق في الشوارع، وطبعا هذا ناتج شعور يلاحظه جميع الأطياف السياسية متفقين على أن سبب هذا هو الشفافية الكبيرة التي طبعت الانتخابات الرئاسية المؤخرة، وهذا هو نتيجة لهذا الهدوء والجو الملاحظ لدى الجميع جميع الساكنة والحمد لله على ذلك. الأجواء الحمد لله من عاقب الزرق ما عندنا أي مشكلة، وخلوا فوق الزرق وفوا عندنا كاملين وعدنا أخوت وأحباب وحامدين مولانا الزرق وفوا علينا ما عندنا أي مشكلة سوشين، حامدين مولانا وشاكرين ولا هون حد متألم من حد ولا هون حد قايل حد فولايري، الدنيا ذا هي بخير وعلى خير، وهذا وفوا عندنا نهار الأول كلها دخلوا الزرق ولا شد قاع أخبار الزرق ولا شيء، لا فيه أي مشكلة حامدين مولانا وشاكرين. وهنا في سوق المدينة المركزية كانت الصورة تتضح أكثر فأكثر، حيث تعج السوق بالحركة المتواصلة والنشاط التجاري اللافت على وقع الأحاديث اليومية بين المتبضعين والباعة في رحلة البحث عما تيسر من مواد غذائية تدخل في التركيبة الغذائية للوجبات اليومية للأسر. مروا بخير كاملة ما شاء الله، الأوضاع هانية ما شاء الله، مارس التجارة بطريقة حرة ما شاء الله بارك الله ما شاء الله الحمد لله ما علينا والحمد لله، كل يوم يجونا بطريقة عادية ما شاء الله، ما قفلنا ولا نهار واحد ما شاء الله. الانتخابات ما شاء الله كانت زينة، الأجواء عقبها كانت هادية ما شاء الله، هون عندنا احنا الزوارات بخير الحمد لله ما شاء الله، والبيع والعلبات الأوضاع هادية ما شاء الله بخير ما شاء الله. أنا هون في المرسى هضرامي في الزوارات، أنا اسمي مالك سل، أنا واحد من المرسى بقضية تجارة ما شاء الله، ما عندنا مشكلة بعد أقابل الزرق والسابق الزرق كامل حالته ما شاء الله، ما عندنا مشكلة مرسى تحرك ناس بي يأكل حد كل هذه أقابل يأكل رزقه ما عندنا مشكلة الحمد لله، حالته بس دسرة كامل وصفة عامة ما في مشكلة الحمد لله، دسرة ما شاء الله سليمة ناس كامل كل هذا مشي على حالته ما عندنا مشكلة. وبعد ساعات من العمل المتواصل داخل الورشات ومحلات الحلاقة المتمركزة في قلب المدينة، يفضل هؤلاء ممارسة الألعاب التقليدية لكسر روتين العمل والتخفيف من ضغطه اليومي في مشهد يعكس جانبا من الطمأنينة التي يشعر بها سكان الزورات والراحة النفسية داخل مجتمع لا يعرف غير التآخي سبيلا للتعايش السلمي المشترك. ما شاء الله فتبارك الله متموكين ما شاء الله ومستراحين، وقتنا ما عدنا العمل الحمد لله، هنا قبل هاي الله تلتاو فيها شوي يجون الكليان، احنا الورشات هون ما شاء الله هم تموكين كاملين ومصطحبين وكنا يشوق مع الثاني ويردح، ووقتنا هم اللي باقيين مستفرقين وحلو في هذا الظامة هم اللي يجيبوا فيها قلب، ما شاء الله فتبارك الله الأحوال هدية، المدينة ما شاء الله زينة ومتموكة وارك باردة واللي جوها زين فتيلة ما شاء الله، ما علينا كنا حمد ما شاء الله يا رب. وتشكل مدينة زولات منذ إنشائها في بداية الستينات نموذجا فريدا للتعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع، حيث تطغى علاقة الزمالة والجيرة على غيرها من العلاقات التقليدية المعروفة. فقد ساهم وجود الشركة الوطنية للصناعة والمناجم السنم في مدينة زولات كأول مستقطب لليد العاملة الوطنية في خلق تركيبة سكانية فريدة تتعايش فيها كل الولايات بمختلف مكوناتها، لا ولاء فيها إلا للوطن.
بالفعل نحن في مدينة الزوارات، مدينة الأخاء، مدينة الأخوة، مدينة الساكنة اللي كاملين أصلاً في تربيتنا من منزلنا صغيرين، مدارس واحدة، أسواقنا واحدة، بدياتنا واحدة، جيران كاملين، يسوى نوعيتنا، يسوى نحن من أي الناس ويسوى من أي جايين، أربينا بدي الصيفة ونعرف أن في هذه الانتخابات الماضية هم اللي مرينا بسلام، ونقول أعلننا بالنسبة لنا وراء الانتخابات الرئاسية أعلننا هم اللي بالنسبة لي أنا بعد أخوتي وزملائي اللي كانوا في الأطراف الأخرى مازلنا لا بنفس الصفة ونفس الحياة ونفس المعاملة، ولا شفنا أي شيء بالنسبة لي أنا بعد طاري في حد يسوى منه لا من أي جهة سياسية مخالفة، ونعرفنا نعيش برخاء ونعيش بتمانكت، ونعرفنا نعيش هم اللي اليوم بظروف جيدة متآخين كاملين، ولا قط ما اللي شفنا أي ملاحظة يسوى شن هي. مدينة الزوارات هذه مدينة هادية لله الحمد، ويتعايش فيها أساسا العمال بيلها مدينة منجمجة، وهذا التعايش فيه ياسم الاحترام والتقدير بين الأطراف كاملها، ومدينة تعتبر موريتانيا مصغرة، وكل حد يحترم الآخر وكل حد يعتنى بالآخر، وهذا أساسي، وهذا النموذج اللي موجود في مدينة الزوارات نختاره يعود في كافة ولايات الوطن. به المدينة الحمد لله منين نشوف حد منها، أنا ذاك منين نمشي على سبيل المثال شلون واكشوط شلوني واحد من الزوارات يبقى في جلاك في اللي خوه، وهذا مهم. أتمنى إحنا كعمال السنين لا طلعوا للسنين بروح التآخي وبغض النظر ولا فينا تمايز، نطلعوا لها بشكل منين نطلعوا على مستوى الشوانتي ذاك اللي يطبعنا هماتي إلا العمل وتوف، ما نتكلم عن القبيلة ولا نتكلم عن الجهة ولا نتكلم عن معناها عن السيمة الأساسية فينا اللي هي التآخي وتبادل المعلومات في إطار العمل. بالنسبة للتعايش بين التعايش من الناحية السياسية، مدينة مولي لله الحمد الناس تخوض فيها السياسة وتوفى عندها ذاك الوقت، وهذا نعطيك مثال بسيط، احنا ركنا كان عنده مرشح وداعم مرشح على سبيل المثال، ومنين وفات الحملة الانتخابية تشوفنا قاعدين في بليده، كان احنا كاملنا قاعدين في بليده ونلعبوا ونضحكوا ونشفقوا، اذا هذه هي طبيعة هذه المدينة، وراجين ان شاء الله عن هذا اللي هو يسود باقي ولايات الوطن الاخرين. بهذه العقلية كان سكان المدينة المنجمية ولا يزالون يربطون علاقاتهم على أساس من الاحترام المتبادل لبعضهم البعض، وهم ينتقلون من حي عمالي إلى آخر في رحلة تسلق الرتب الوظيفية للشركة التي تحتم على الأسر الانتقال من حي عمالي إلى آخر، مع ما يتطلبه ذلك من ربط علاقات جديدة مع سكان الحي الجديد. هذه هي مدينة زورات على بعد أيام قليلة من الاقتراع الرئاسي، وهي تبرهن من جديد على مدى ثقافتها الديمقراطية، وترسم حالة فريدة للتعايش السلمي بين مختلف مكونات سكانها. سيد أحمد البوكار سيرة، زوارات الموريتانية. ومن الزوارات هي هذه النشرة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الرئيس المنتخب يهنئ شعب الموريتاني على ما أظهره من نضج سياسي واهتمام بالشأن العام. بلادنا تخلد اليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ضمان للتنمية الشاملة. تخرج الدفعة الأولى من طلاب المعهد العالي لمهن البناء والأشغال العمومية والعمران في مقاطعة ألاج. ختاما بإمكانكم متابعتنا وتواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. تحية من يوم باقي فريق العمل، إلى اللقاء بإذن الله. كل نهار نهار جديد.